أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة طلاب القسم الأدبي دارسي مادة الجغرافيا أهلا ومرحبا بكم. نلتقي اليوم أعزائي علشان نتكلم على موضوع مهم جدا تابع لدروس الوحدة الرابعة وهو النظام العالمي الجديد ومفهوم النظام العالمي الجديد وتطوره ومين أول رئيس من رؤساء العالم أشار وأعطانا تلميح لظهور هذا النظام. ومين الرؤساء اللي بعد كده اللي تبنوا هذه الفكره والعلاقات الدوليه في ظل ومفهوم العولمه في هذا النظام العالمي الجديد الذي يتحكم فيه الان كيان واحد وهو القطب الواحد الذي نعيش فيه الان يلا بينا عايزين نتعرف على جزئيات الدرس والعلاقات الدوليه في ظل النظام العالمي الجديد العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد. أولاً تعريف النظام العالمي الجديد. يمكن تعريف النظام العالمي الجديد أعزائي بأنه مجموعة التفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تجري وفقاً لنسق أو منظومة معينة من القيم مستقام من فلسفة العولمة. وهو ايضا مجموعه اجراءات وقوانين تضبط العلاقات الدوليه وتحدد الخريطه السياسيه لعالم ما بعد الحرب البارده. والحدث المهم الذي اثر على الخريطه السياسيه العالميه والنظام الدولي هو انهيار الاتحاد السوفيتي. حيث سقط الاتحاد السوفيتي في السنوات العشر الاخيره من القرن العشرين فنتج عنه ما يلي: انفرط عقد ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي، سقوط حلف وارسو العسكري الخاص بالمعسكر الشرقي، سقوط الحلف الاقتصادي الكوميكون الخاص بالمعسكر الشرقي، سقوط عنصر التوازن الدولي بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، اصبح في العالم قوة واحدة انفردت وحدها بالقمة هي الولايات المتحدة الامريكية ثم ظهر الرئيس الامريكي جورج بوش الاب بيدعو لنظام عالمي جديد هذا النظام بالتاكيد بتقوده الولايات المتحده الامريكيه اذا بدايه اعزائي النظام العالمي الجديد شهده العالم وبدات ملامحه تظهر مع حدث هز العالم كله وهز الخريطه السياسيه العالميه بعنف وهو انهيار الاتحاد السوفيتي واحد يقول طب ما هو الاتحاد السوفيتي دولة زي أي دولة ممكن تتعرض للانهيار. لكن المشكلة إن الاتحاد السوفيتي كان قوة عسكرية ضخمة. كان قوة اقتصادية جبارة. هذه القوة العسكرية والاقتصادية والمساحة الضخمة كانت بتحقق نوع من التوازن في القوة الدولية بين المعسكر الشرقي اللي بيقوده الاتحاد السوفيتي وبين المعسكر الغربي اللي بتقوده الولايات المتحدة الأمريكية. تخيل ان احد هاتين المعسكرين انهار واختفى من الساحه الدوليه اذا ده بيعطي فرصه مثاليه للطرف الثاني ان هو ينفرد بقى بالعالم ويفرض سيطرته وهيمنته ويفرض حتى معالمه الثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاخلاقيه حتى القيم بتاعته بيفرضها على العالم وبقوه مستغل فكره العولمه وتقدم وسائل التكنولوجيا والاتصالات اللي احنا عايشين فيها فأصبح العالم وكأنه قرية كونية صغيرة تقود هذه القرية الولايات المتحدة الأمريكية وشيء طبيعي مع انهيار الاتحاد السوفيتي انفرط عقد الدول اللي كانت معاه فهينفرط أيضا عقد كل تحالف كان خاص به زي انهيار حلف ورس وده كان حلف عسكري خاص بدول الاتحاد السوفيتي طب الاتحاد انهار الحلف لازمته ايه؟ انهار هو كمان أيضا اتفكك حلف اقتصادي كبير ومنظمة وتكتل اقتصادي كان تابع للاتحاد السوفيتي وهو الكوميكون بيفكرنا بالاتحاد الأوروبي في غرب أوروبا وأمريكا اللي بيدعم حلف الناتو طب حلف وارسو انهار والاتحاد السوفيتي انهار فانهار بالتبعية تكتل اقتصادي الكوميكون فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي بتمثل القطب الأوحد في العالم وما كانش غريب بقى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب يبدأ يسوق لفكره مجتمع عالمي جديد بتقوده طبعا الولايات المتحده الامريكيه يلا بينا نتعرف على خطوات ظهور هذا النظام العالمي الجديد وأدوار زعماء العالم في الترويج لهذه الفكره مراحل تطور النظام العالمي الجديد هناك خلفيه تاريخيه للنظام العالمي الدولي الجديد إيه هي يا ترى الخلفيه دي كان الرئيس الامريكي ويلسون هو أول من طرح فكرة نظام عالمي جديد خلال الحرب العالمية الأولى من 1914 ل 1918 حيث وضع 14 مبدأ لقيام هذا النظام وكلنا دارسين في التاريخ طبعا مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون وحق الشعوب في تقرير المصير ظهر أيضا بعد كده مفهوم النظام العالمي الجديد بس على لسان المراد الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف حيث أعلن عن بدء حقبة جديدة بالتعاون مع الغرب ونهاية الحرب الباردة معتمداً على مجموعة من المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أهمها نزع السلاح إحلال مبدأ توازن المصالح بدلاً من توازن القوى نزع الصفة الأيديولوجية عن العلاقات الدولية العمل من خلال تخطي الحواجز والصراعات تحقيقا لمصالح البشريه. اتطورت الفكره اكثر امتى؟ خلال ازمه الخليج وقت احتلال العراق للكويت سنه 1990 انتشر مصطلح النظام الدولي العالمي الجديد خلال خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش الاب حيث قال ان ما يتعرض للخطر ليس بلدا صغيرا فحسب مثل الكويت بل فكره حيويه وهي فكره النظام العالمي الجديد. ثم اتطورت الفكره بعد كده في عام 1991 حيث تحدث الرئيس الامريكي جورج بوش الاب عن امكانيه قيام نظام عالمي دولي جديد كتعبير عن السيطره شبه المطلقه للولايات المتحده واللي بتعمل على نشر هذا النظام واحيانا فرضه بالقوه وبكل وسائل على كل دول العالم. اذا الخلفيه التاريخيه اعزائي لفكره النظام العالمي الجديد بدات عندما قام الرئيس الامريكي ويلسون خلال مؤتمر الصلح في باريس اللي درسناه كلنا ايام ثوره سعد باشا زغلول سنه 1919 والمعتمد البريطاني سير وينجت وكلنا عارفين القصه لما ذهب الوفد بتاعنا الى باريس وجد ان الرئيس الامريكي ويلسون بيرفع 14 مبدا للانسانيه بيقول نحن الان على مشارف نظام عالمي جديد مفروض نعمل حاجه اسمها عصبه الامم ومفروض ايضا حق الشعوب في تقرير مصيرها وبعض المبادئ الاخرى بدا الترويج لهذه الفكره زادت الفكره قوي لما تولى الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف الحكم وقال يعني كفانا بقى صراع بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي يلا بينا ننزع السلاح ونوقف التسلح ونوجه التمويل لانشطه اقتصاديه تفيد الناس غير السلاح وايضا ننزع الصفه الايدولوجيه عن الصراع الدولي ونحط ايدينا في ايدين بعض كدول متقدمه علشان نعمل شويه بقى من اجل البشريه يعني نخلي علمائنا بدل ما بيكتشفوا يخترعوا حاجات مدمره مخربه قنابل اسلحه يكتشفوا امراض للاوبئه ننتج نصنع نزرع للناس نحل مشكله البطاله الفقر الجهل الاميه الجوع في افريقيا يعني كانت الفكره فكره نبيله بعد كده اتطور الموقف في ازمه الخليج لما العراق احتل الكويت ودي كانت فرصه طبعا للولايات المتحده الامريكيه آه وكان وقتها جورج بوش الاب آه بيرأس الدوله فيها آه روج فيها لفكره مجتمع دولي عالمي جديد بتقوله طبعا الولايات المتحده الامريكيه. يلا بينا اعزائي نتعرف على آه المتغيرات الدوليه اللي ساعدت واهلت لانتشار فكره مجتمع ونظام عالمي جديد. اهم المتغيرات والتطورات اللي ادت الى الاعلان عن اقامه نظام عالمي جديد. يا تري ايه هي المتغيرات اللي ادت لظهور وانتشار هذا النظام وهذه الفكره؟ سعي دول غرب اوروبا نحو استكمال وحدتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه طب عملت ايه؟ آه حولت السوق الاوروبيه المشتركه الى المجموعه الاوروبيه اللي بنسميها يا جماعه الاتحاد الاوروبي اللي بتسعى للتكامل الاقتصادي وهو الاتحاد الاوروبي. طب ده بالنسبه لدول اوروبا وبدات تاخدنا ناحيه الوحده وفكره النظام الجديد. ظهر لنا ايضا مجموعه من الدول الصناعيه الاسيويه الناشئه ودي كانت مفاجاه بالنسبه لنا. ظهرت للحصول على مكانه هامه على الساحه الاقتصاديه السياسيه العالميه ومن هذه الدول اللي فاجاتنا الصين، كوريا الجنوبيه، سنغافوره، الهند، ماليزيا. ثم ظهرت اليابان والمانيا. كقوتين عظميتين لهما دورهما الفعال. والمؤثر في الاسواق والاقتصاد العالمي. ثم ظهرت الثوره الصناعيه الثالثه اللي بيسموها الثوره المعلوماتيه وظهور الثوره العلميه والتكنولوجيه. اذا ما ننساش ان في الثوره الصناعيه الثالثه دي اسمها البديل هي الثوره المعلوماتيه. ايضا ايجاد حلول لعدد من القضايا العالميه يعني في مجموعه من القضايا العالميه مثل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وانتهاء الاحتلال السوفيتي لأفغانستان ونهاية الحرب الأهلية في لبنان ده كله برضو مهد إلى ظهور نظام عالمي جديد ثم تدعيم دور هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتكوين قوات حفظ السلام القادرة على أداء المهام الخاصة بها لكن ممكن واحد يسألنا يقول ما هي خصائص هذا النظام العالمي الدولي الجديد؟ يلا بينا نتعرف على هذه الخصائص. أكيد نظام عالمي جديد عايشينه دلوقتي يبقى من أهم خصائصه إن هو تحرير التجارة العالمية، بقت التجارة العالمية يا جماعة حرة بين مجموعة كبيرة جدا من دول العالم بدون قيود أو شروط. أيضا تقلص دور السيادة الوطنية. تدويل المشاكل والقضايا التي يواجهها العالم الثوره الهائله في وسائل الاتصال والعلوم والتكنولوجيا بروز ظاهره الاعتماد الدولي المتبادل وظهور التكتلات الاقتصاديه الكبرى ظهور الشركات متعدده الجنسيات وزياده دور المؤسسات الماليه مثل البنك الدولي الذي طرا على مبدا السياده الوطنيه يا ترى ايه هي بقى اهداف النظام الدولي العالمي الجديد من اهداف النظام الدولي العالمي الجديد المحافظه على الاستقرار العالمي واحترام دور الامم المتحده احترام سياده كل دوله واستقلالها وعدم المساس بوحدتها الوطنيه كذلك نشر قيم الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان واحترام حق الشعوب في تقرير المصير. إذا أعزائي لو رأينا الأهداف الحقيقية للنظام العالمي الدولي الجديد وتم تنفيذها في نفس إطارها هتكون أهداف عظيمة ونبيلة. هذه الأهداف على رأسها طبعا تحقيق الاستقرار العالمي. وأكيد كل دول العالم محتاجة للاستقرار العالمي لتنطلق في مسيرة التنمية. أيضا احترام دور وتقدير دور هيئة الأمم المتحدة. لأن العالم كونه أنه يرأسه منظمة عالمية دولية زي الأمم المتحدة بمجالاتها وفروعها وهيئاتها المختلفة زي صندوق النقد الدولي البنك الدولي للإنشاء والتعمير أيضا مركز التجارة العالمي والمنظمة العالمية للصناعة عند اليونسكو اليونسيف الفاو الصحة العالمية منظمة العمل الدولية دي كلها يا جماعة منظمات تابعة لهيئة الأمم المتحدة بتعمل بلا شك على نشر الامن والسلام الدولي وتحقيق الاستقرار ايضا اذا كان بينادي المجتمع الدولي الجديد ان هو بيحترم الدول وبيحترم سياده الدول وان هو بيعرب عن اهميه عدم التدخل في شؤون اي دوله يبقى اهلا ومرحبا بهذا النظام العالمي الجديد الذي يؤكد على سياده الدوله وعدم تدخل اي دوله اخرى في شؤونها بيأكد أيضا هذا النظام العالمي الجديد على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير، وأكيد بيدعم حقوق الأقليات إلى آخره من الحقوق الأخرى على الساحة الدولية. يلا بينا أعزائي نشوف لما ظهر بقى النظام العالمي الجديد ده، كيف أثر على مجموعة أعضاء النظام العالمي من دول سواء كانت هذه الدول دول متقدمه او دول ناميه اكيد وبكل تاكيد ان النظام العالمي الجديد ده كان له تاثير على معظم دول العالم سواء كانت هذه الدول متقدمه او غير متقدمه هذه الدول علميه او غير علميه هذه الدول تكنولوجيه او غير تكنولوجيه هذه الدول قويه اقتصاديا وعسكريا او حتى غير قويه يلا بينا نتعرف على اثر النظام العالمي الجديد على كلا الدول الناميه والمتقدمه. تأثير النظام العالمي الجديد على الدول المتقدمه والدول الناميه. ظهر فكره الاحتكار المطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا. يا ترى مين اللي احتكر السلاح والمال؟ اللي احتكر السلاح والمال والتكنولوجيا هي دول الغرب الرأسمالي. وتحويل الكثير من تلك المساعدات الاقتصاديه اللي كانت نتيجه ان عندها فائض في الميزانيه وعندها فائض في المساعدات الماليه والتكنولوجيه والتبادل التجاري لخدمه العلاقات الجديده بين الغرب ودول شرق اوروبا بس ده على حساب الدول الناميه اللي كانت في افريقيا وامريكا اللاتينيه واسيا اللي كانت بتاخد المساعدات قبل كده لا بقى هتروح بعد كده لدول شرق اوروبا التي لم تعد في سلم اولويات دول الغرب اللي هي الدول الناميه لم تعد الان في سلم اولويات دول الغرب المتقدم فاصبح الاهتمام اكثر بدول شرق اوروبا بدلا من الدول الناميه، يعني يا جماعه اتجهت المساعدات الاقتصاديه من الدول الناميه الى دول شرق اوروبا. ايضا وجود صراع حول التكنولوجيا لتوظيفها من اجل الوصول الى اعلى معدلات الانتاج، ولذلك يدور الصراع الخفي على المواد الخام اللي بتدخل في الصناعات التكنولوجيه المتقدمه مثل اليورانيوم الذي يوجد خاماته في الدول الناميه خاصه افريقيا فجعلها مطمعا للدول المتقدمه يعني الدول المتقدمه دلوقتي يا جماعه تركت البترول والغاز وبتدور لينا على اليورانيوم. ايضا تضاؤل الدور الذي تلعبه حركه عدم الانحياز في العلاقات الدوليه خلاص دورها بقى قليل جدا ومحدود جدا واللي كانت بتضم غالبيه الدول الناميه في اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه بعد ان كان لها شأن بارز وواضح في الاحداث العالميه في مرحله الحرب البارده بين الشرق والغرب بس ده امتى؟ قبل ما ينهار الاتحاد السوفيتي. ايضا سقوط الاتحاد السوفيتي السابق بسبب عجزه عن تطوير نظم انتاجه الاقتصادي مقارنه بالمستوى السائد في الدول الغربيه. ده بيعد درسا لكل الدول الناميه يا جماعه. وجرس انذار لازم نبقى حذرين جدا لهذا الجرس ونحاول بسرعه ان نقوم بالاصلاح الاوضاع الاقتصاديه ونحاول نعتمد على نفسنا اولا علشان ما نقعش في خطا اللي وقع فيه الاتحاد السوفيتي اللي هو انهار فجاه لما جه يعمل اصلاحات اقتصاديه. ايضا التدخل الامريكي في الشؤون الداخليه لبعض الدول. ثم اختراق الامن الثقافي العربي من خلال قيم العولمه السلبيه ثم انتشار العنف وقيام الحرب الاهليه وحروب الحدود كما حدث في الصومال والكونغو وافغانستان ظهرت حركه عدم الانحياز نتيجه للحرب العالميه الثانيه ونتيجه مباشره للحرب البارده بين المعسكر الغربي الذي يشمل الولايات المتحده وحلف الناتو وبين المعسكر الشرقي الذي يشمل الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو. معلومه اسرائيليه عن هذه المنظمه الهدف الاساسي لدول عدم الانحياز هو الابتعاد عن سياسات الحرب البارده بين المعسكرين الشرق والغربي. اتاسست من 29 دوله وده كان في مؤتمر باندونج في اندونيسيا سنه 1955 وكانت مصر منهم طبعا بيعتبر هذا المؤتمر اول تجمع منظم لدول حركه عدم الانحياز ثم وصل اعضائها الان لحوالي 114 دوله. يلا بينا اعزائي ننتقل الى مجموعه متنوعه من الاسئله هنبداها بمجموعه اسئله الخرايط. اكتب مدلول الارقام على الخريطه اللي قدامك دي الاول يا جماعه بدرس الخريطه كويس واتعرف على الارقام اللي موجوده فيها لان ممكن يكون الرقم نفسه بيشير لكذا حاجة أشوف الأول هو طالب مني في السؤال إيه وحاول أركز في الإجابة لأن الغلطة في أسئلة الخرائط بتضيع درجة مباشرة أو نصف درجة حسب توزيع السؤال دلوقتي قدامنا خريطة للعالم آه السياسية ندرسها كويس ونجاوب بقى واحد بيقول لي حلف عسكري طب واحد ده فين؟ آه في جنوب شرق آسيا يا ترى ده حلف وارسو؟ لا حلف وارسو ما كانش في جنوب شرق آسيا يا جماعه اه الحلف العسكري اللي في جنوب شرق اسيا ده اسمه حلف مانيلا او نقول حلف جنوب شرق اسيا وطبعا الحلف ده انهار دلوقتي اتنين فين اتنين يا جماعة اه أو في اوروبا هناك او في الغرب بيقول لي اتنين مقر حلف الناتو ممتاز سامة واحد بيقول بسرعة مدينة بروكسل وده عاصمة بلجيكا يبقى المقر الدائم لحلف الناتو في اوروبا في غرب اوروبا في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا. تلاتة حلف عسكري فين تلاتة يا جماعة؟ أدي الأمريكتين في الغرب وأدي أفريقيا وأوروبا في الشرق هو في النص كده طب في الشمال ولا في الجنوب؟ لا ده في الشمال خالص أه ده في شمال المحيط الأطلنطي أه يبقى هو ده يا جماعة حلف شمال الأطلسي وممتاز سامع واحد بيقول لي حلف الناتو هما الاتنين واحد نقول حلف شمال الأطلسي أو حلف الناتو أربعة دولة تمتلك حق الفيتو. طب هما خمس دول، فين أربعة دي يا جماعة؟ أه في قارة إيه؟ قارة أه قارة آدي قارة آسيا. أه دولتين إيه اللي فوق الهند دي؟ أه دولة الصين. يبقى دولة تمتلك حق الفيتو هي دولة الصين. خمسة: دولة تمثل الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي. أه دي دولة مساحتها كبيرة جدا. في شمال آسيا أهو يبقى دولة روسيا الاتحادية. ستة تكتل اقتصادي لتنظيم الرعي إحنا كده في فكرة إيه يا جماعة ستة دي إحنا فكرة أفريقيا ممتاز. يا ترى في الشرق ولا في الغرب؟ في الغرب. آه يبقى تكتل اقتصادي لتنظيم الرعي في غرب أفريقيا ممتاز. سامع واحد بيكتب ويسجل ويقول منظمة الإيكواس سبعة المحيط الهندي تمانية تكتل اقتصادي أو في شرق أفريقيا اهو الكوميس ممتاز. تسعة تكتل اقتصادي عربي مجلس التعاون الخليجي عشرة دولة عضو في حلف الناتو طب فين الدولة في رقم عشرة دي يا جماعة اه في أمريكا الشمالية اهو اه دي في شمال الولايات المتحدة الأمريكية ممتاز تبقى دولة كندا 11 مقر حلف وارسو قبل ما ينهار طبعا مدينة وارسو عاصمة بولندا 12 مقر الامم المتحده اه في امريكا الشماليه اهو في اليو اس شرقها على المحيط الاطلنطي وممتاز مدينه نيويورك يلا بينا اعزائي ننتقل الى مجموعه اخرى من الاسئله وهي اسئله الاختيار من متعدد اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس تبدا مراحل التكتلات الاقتصاديه بين الدول بالغاء الاسعار العقوبات الحواجز الجمركيه الاستعدادات الامنيه الاختيار الصحيح الحواجز الجمركيه اختر للانضمام للاتحاد الاوروبي لابد من قبول الدوله لشروط كوبنهاجن توشكا روما مارشال الاختيار الصحيح شروط كوبنهاجن اختر في عام 1992 تم تشكيل النفطة الكومسا النمور الآسيوية الكوميكون كمنظمة اقتصادية لدول أمريكا الشمالية، الاختيار الصحيح منظمة النافتا اختر يقوم الاتحاد الأوروبي على سيادة القانون وتحقيق العدالة الديمقراطية المساواة الأمن الاختيار الصحيح الديمقراطية اختر تسمى السوق المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا بمنظمه النفتا الكوميسا النمور الاسيويه الكوميكون الاختيار الصحيح الكوميسا اختر تعد المقومات الاقتصاديه السياسيه العسكريه الجغرافيه من اهم مقومات قيام التكتلات الاقتصاديه على مستوى العالم الاختيار الصحيح المقومات الاقتصادية اختر التجمع الاقتصادي الكبير الذي يضم دول آسيا والباسيفيكي يسمى الكوميسا النفتا منتدى التعاون الاقتصادي اتحاد الاقتصاد الآسيوي الاختيار الصحيح منتدى التعاون الاقتصادي اختر يجمع دول الخليج العربي تكتل اقتصادي يسمى الاتحاد المغربي اتحاد جنوب غرب آسيا مجلس التعاون الخليجي اتحاد الشرق العربي الاختيار الصحيح مجلس التعاون الخليجي اختر من نماذج التكتلات الاقتصاديه بالعالم العربي الافريقي وخلي بالك من السؤال ده من العالم العربي الافريقي يعني مجموعه الدول العربيه في قاره افريقيا بينها تكتل اسمه ايه؟ يا ترى اسمه الاتحاد المغربي اتحاد جنوب غرب افريقيا مجلس التعاون الخليجي اتحاد المغرب العربي الاختيار الصحيح اتحاد المغرب العربي اختر يضم الاتحاد الاوروبي حوالي 20 22 28 35 دولة من قارة اوروبا الاختيار الصحيح 28 دولة اختر يضم اتحاد مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستة تمانية تسعة اتناشر دولة لاختيار الصحيح رقم ستة لأنهم ست دول اختر يطل اتحاد مجلس التعاون الخليجي شرقا على البحر الأحمر البحر المتوسط البحر العربي الخليج العربي لاختيار الصحيح الخليج العربي اختر يقع مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اقليم جنوب غرب اسيا جنوب شرق اسيا جنوب شرق افريقيا جنوب شرق اوروبا الاختيار الصحيح جنوب غرب اسيا اختر تبلغ مساحه دول الاتحاد الاوروبي حوالي 2.4 من عشرة 4.2 من عشرة 5.7 من عشرة 6 مليون كيلو متر مربع الاختيار الصحيح 4.2 من عشرة مليون كيلو متر مربع اختر تعتبر مدينة الرياض أبو ظبي دبي مكة المكرمة المقر الدائم لاتحاد مجلس التعاون لدول الخليج العربي الاختيار الصحيح مدينة الرياض اختر تحولت السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقيع دول غرب أوروبا على اتفاقية روما، لندن، ماسترخيت، برشلونة، الاختيار الصحيح، ماسترخيت. اختر عندما يظهر عدو مشترك لبعض الدول، هنا ينبغي عليهم التحالف بهدف زيادة القوة العسكرية، ردع الأعداء، تسوية النزاعات، حماية المصالح. لاختيار الصحيح، ردع الأعداء. اختر كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ويلسون جورج بوش الاب جورج بوش الابن اول من لفت انظار العالم بانه على مشارف نظام عالمي جديد يبدا بنهايه الحرب العالميه الاولى لاختيار الصحيح الرئيس الامريكي ويلسون اختر بعد انهيار حلف وارسو توسع حلف الناتو في شرق استراليا شرق اسيا غرب امريكا اللاتينيه شرق اوروبا الاختيار الصحيح شرق اوروبا اختر يعتمد الاتحاد الاوروبي على ركيزتين هما سياده القانون وتحقيق العداله الديمقراطيه الحريه القوات العسكريه الاختيار الصحيح الديمقراطيه اختر ارسل حلف الناتو قواته في عام 2006 لمساعدة الولايات المتحدة للحد من آثار إعصار جوان كاترينا فيكتوريا ألاسكا، الاختيار الصحيح إعصار كاترينا، بما تفسر؟ ظهرت مجموعة مبادئ حاكمة للنظام الدولي الجديد مع انتهاء الحرب الباردة، الإجابة ظهر ذلك في خطاب جورباتشوف الرئيس السوفيتي السابق والتعاون بين روسيا والغرب وهي نزع السلاح دوليا، احلال توازن المصالح بدلا من توازن القوى، نزع الصفه الايديولوجيه من العلاقات الدوليه، العمل من اجل تخطي الحواجز والصراعات تحقيقا للمصالح البشريه. بما تفسر للنظام الدولي العالمي الجديد خصائص معينه؟ الاجابه من خصائص النظام العالمي الجديد الثوره الهائله في وسائل الاتصال تقليص دور السيادة الوطنية للدول بروز ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل تدوين المشاكل والقضايا التي يواجهها العالم تحرير التجارة العالمية ثم ظهور الشركات ذو الجنسيات المتعددة وزيادة دور المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وبأسئلة التفسيرات أعزائي اللي عرضناها بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وحتى نلتقي في حلقه اخرى قادمه لكم كل التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته